بسم الله. رندر في برنامج السينما 4D سهل جدا وبسيط. باجي هنا بقول له اعمل لي رندر، فبيبدأ يعمل رندر للصورة اللي انا واقف عليها، او بقول له انا عايز اشوفها في شاشة مستقلة، بحيث بيديني شوية اعدادات موجودة هنا. تمام، بيديني شوية بشوف اخر صور صورناها، في شوية ادوات كده للتحكم. تمام، طيب هنا بقى الخصائص ديت. بقول له edit render setting. ايه edit render setting؟ بقول له انا عايز دي الاعدادات الافتراضيه. ممكن لو انت عايز حاجه سوفت وير، هارد وير، سينما مان، فيزيكال، انا في الحاجات الافتراضيه. هنا الاوتبوت هتصدر الصوره بتاعتك كام في كام. هنا 8600 بكسل. ممكن اقول لا، الوحده بتاعتي بالسنتيمتر او بالمليمتر او بالانش او بالبوينت، زي ما انت عايز، زي ما انت متعود. الريزولوشن بتاعك طبعا، كل ما بتعلي الريزوليوشن كل ما بياخد وقت كتير في ان هو يعمل ريندر عشان يجيب لك جوده عاليه. فلو انت عايز حاجه بس مجرد تبص عليها بتقلل الريزوليوشن، هتدي العميل بتعلي الريزوليوشن بتاعك. الفيلم سبيكت كام في كام، سكوير 1:1 ولا ستاندرد 4:3. هنا الفيلم رينج، هنا هل انت عايز مانوال تختار الفريمات اللي انت تعملها. ممكن تقول انا عايز مثلا ارندر من الفريم رقم 1 للفريم رقم 20 مثلا، او تقول له انا عايز كل الفريمات، او تقول له انا عايز الفريم الحالي بس. يعني لو انت ترندر صورة قول له كرنت فريم. ممكن تقول له انا عايز ارندر كل الفيديوهات وتصدرها على انها صور، هتبقى يحط لك مثلا 100 صورة او 50 صورة حسب الاعدادات اللي انت عاملها. اللي هنا من سيف بقول له انا عايز اسيف الحاجة اللي انا عاملها رندر، تسيف الفايل، بحدد له المسار اللي انا هسيف فيه، اي مسار. تمام، ادي له اسم مثلا. هنا دي الامتدادات اللي موجودة زي ما انت عايز. ماشي، طيب وبعد كده بقول له انا هسيفها تي اي اف اف، او هسيفها بي ان جي، او اوبن. تبدأ تشوف انهي امتداد، اف اي لو فيديو، الايمج كلر بروفايل اللي انت عايزه. ممكن تحمل حاجة برضو موجودة، مالتي باس، انتي ليسنج، الاوبشن. تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي انت عايزها. ممكن تكون مثلا في حاجات معينة مش عايز ترندرها دلوقتي، فتروح شايلها عشان تتخفف موضوع عملية الرندرة. افكت ممكن تزود حاجة. تمام، بس زي ما انت شايف الاعداد سهلة وبسيطة واوتوماتيك. هي انت لما تيجي تعمل رندر بتلاقي الصورة طلعت معاك كويسة زي ما انت شايف. ان شاء الله بعد كده نبدأ نخش في التفصيل لما يكون في مشروع عملي معانا بإذن الله.